الشخصيات المتفق عليها. الوطن والدولة الفلسطينية القادمة وجه أعدى هجمة احتلالية استيطانية لأرضنا. أجمع إن إرادة شعبنا بالأساس أمام انفجار شامل وانتفاضة جديدة وبعيدا التي تلعب دورا كبيرا في التأثير على دولة الاحتلال. فوحدتنا الوطنية هي صمام الأمان وخيارنا مخططات العدو نحو التقدم لكنس الاحتلال. من يجلس على كراسيه كل الخيارات أمام شعبنا وأمامنا مفتوحة في مواجهة الاحتلال ومواجهة قرار الضم على طريق التحرير الشامل لأرضنا وعودة شعبنا إلى أرضه والتي أخرج منها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعلى كامل التراب الوطني الفلسطيني. لذلك اليوم نعلنها بكل وضوح، سنستمر في مقاومتنا ومواجهتنا للاحتلال بكافة أشكاله وألوانه، ولن نتوقف عند نقطة هنا ونقطة هناك. نحن موحدون في مواجهة الاحتلال وسياسة الاحتلال ووجود الاحتلال أصلا على أرضنا. هذه الخطوة الصهيونية ستصعد من الأمور وستزيد وتزيد النار لهيبا بيننا وبين هذا المحتل الصهيوني، وعلى العدو الصهيوني أن يتحمل المسؤولية. نحن جاهزون كشعب فلسطيني لكل الخيارات التي من الممكن أن تحدث نتيجة هذا الضم ونتيجة هذه السياسة الإجرامية التي تقتلع شعبنا الفلسطيني من أرضه ومن دياره ومن مدنه ومن قراه وترحيل شعبنا الفلسطيني. أبداً يفيد على بركة الله تعالى. الحمد لله حب الثابتين على أرض الرباط. يا شباب فلسطين ويا شيوخها ويا وصوت الضفة وصوت القدس وصوت الشعب. رسالتنا أنه اليوم شعبنا الفلسطيني البطل في قطاع غزة يؤكد أن الشعب الفلسطيني كله موحد في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي 48 وفي مخيمات الشتات في رفض صفقة القرن. أما عن خياراتنا فالخيارات كلها مفتوحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي للدولة الأمريكية على تنفيذ صفقة القرن مخططات الضم، نكون قد دشنا نحن اليوم كفلسطينيين بالوحدة والقوة والمقاومة والكفاح المسلح مرحلة جديدة وفارقة وفاصلة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. لن نقبل بأن يبقى الاحتلال على أرض فلسطين. المقاومة حاضرة، الشعب الفلسطيني حاضر، حركة حماس وكتاب القسام حاضرة بقوة في الميدان كي تحمي الشعب والأرض والمقدسات.